السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا هاتفيا من محافظ الحديدة يطلعه على التطورات والنجاحات التي سطرها أبطال الجيش الوطني. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا له في العاصمة المؤقتة عدن ويصادق على تجديد عقود الطاقة المشترى. قوات الجيش الوطني والمقاومة تتقدم باتجاه مركز مديرية الجراح في الساحل الغربي. أهلا بكم إلى التفاصيل. تلقى فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، وأطلع محافظ الحديدة فخامة الرئيس على جملة التطورات والنجاحات والإنجازات التي سطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي لتصنع الملاحمة والانتصارات البطولية في أرجاء الوطن، ومنها الانتصارات في محافظة الحديدة التي تتحرر مديرياتها تبعا من براثن قوى الشر والظلام التابعة للميليشيا الحوثية الإيرانية. وقال المحافظ الحسن طاهر: إننا اليوم نقف في مدينة حيس وغدا في مديرية أخرى حتى استكمال تحرير محافظة الحديدة وعودتها إلى حضن الشرعية والوطن، مثمنا جهود ومتابعة فخامة الرئيس للأحداث خطوة بخطوة لشد أزر المقاتلين في الانتصارات على عدو الأمة والمجتمع. وثمن فخامة الرئيس عالياً التضحيات الجسيمة التي يقدمها أبناء الوطن بدعم وإسناد من قبل دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في صنع البطولات واقتراح المآثر في محراب العزة والكرامة والإباء والشموخ في الدفاع عن الهوية والأرض والعرض في وجه الأطماع الفارسية وأذرعها من الميليشيا الحوثية الإيرانية. وأكد رئيس الجمهورية أن صمود شعبنا في وجه تلك القوى المارقة سيخلده التاريخ في أنصع صفحاته نظير تلك المواقف دوما في لفظ القوى المارقة والانتصار للإرادة الوطنية لبناء اليمن الاتحادي الجديد المبني على الشراكة والعدالة والمساواة، ناقلا تحياته إلى كل المرابطين والجنود المجهولين والمقاومة البطلة والقيادات الميدانية والعسكرية والضباط والصف الذين يصنعون المآثر ويخلدونها بدمائهم الزكية للانتصار للوطن وقيمه الحقة. التقى فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مايك مولوري بحضور القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى بلادنا كارن ساساهاراجرا خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتصل بطبيعة الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة نحو تحقيق السلام والاستقرار والذي ينشده الشعب اليمني. وعبر فخامة الرئيس عن تقديره لجهود الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لبلادنا وشرعيتها الدستورية في مختلف المواقف والظروف، ما يجسد مجالات التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومنها جوانب التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب الذي نعمل سويا على محاربته لما ألحقه من أضرار باليمن اقتصادا ومجتمعا. وقال رئيس الجمهورية: تعاني بلادنا من تداعيات تربص قوى التطرف والشر بشقيها وأذرعها الميليشيا الحوثية الإيرانية والإرهاب، والتي نعمل مع المجتمع الدولي لتجاوزها لإرساء الأمن والسلام المنشود. وعبر نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية عن سرورهما بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار تأكيد التعاون والدعم لبلادنا قيادة وشعبا في ظل شرعيتها الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية. وأكد على موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لليمن وكيانه ووحدته وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام والبناء والتنمية ترجمة لتوافق الشعب اليمني الذي أكدت عليه مخرجات الحوار الوطني الذي رعته الولايات المتحدة بالتعاون مع المجتمع الدولي. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمي بوزير.
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى وكيل وزارة الثقافة لقطاع التراث اللامادي عبد الهادي ثابت العزعزي عزاه خلالها في وفاة والده. وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. عقد مجلس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا له برئاسة رئيس المجلس دكتور أحمد عبيد بن دغر، ووقف المجلس في بداية الاجتماع دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء إثر الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام الماضية. وقال رئيس الوزراء: خسر الوطن الكثير من أبنائه العسكريين النجباء من محافظة عدن وما حولها من المحافظات، وترحم المجلس على الشهداء جميعا، مشيرا إلى أن الانقلاب كان انقلابا على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وسنحتاج وبالتعاون مع التحالف العربي إلى جهود كثيرة لمنع تكرار ما حدث، وإذا لم نقم بهذه الخطوات فإننا سنثبت للعالم أننا نتمتع بالشجاعة لكننا لا نملك العقل. ولفت إلى أن هذه الأحداث ستظل ذكرى أليمة في حياتنا، لن نتحدث عن المتسبب بها الآن، سنترك هذا للمحققين في أسبابها، وما لم تكشفه السياسة اليوم سوف تتبدى حقيقته غدا، ووراء كل حدث هدف. شعبنا شبع عن الطوق ويعرف الحقيقة، والإعلام الكاذب قد يشوه الحقيقة اليوم ولكنه لا يستطيع إخفاءها إلى الأبد. وأكد المجلس أن المهمة اليوم هي في رأب الصدع وتضميد الجراح والخروج من حالة الشحن السياسي والمناطقي، وأن نبذل جهدنا في الاهتمام بأسر كل الشهداء دون استثناء والعناية بالجرحى كل الجرحى وتطبيع الحياة في عدن ورعاية مصالح المواطنين وقيام مؤسسات الدولة بدورها في تقديم الخدمات ودعم الجهود الوطنية والقومية لاستعادة الدولة. وأعني دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تحظى بالأولوية في عمل الحكومة، كما صادق المجلس في ختام الاجتماع على تجديد عقود الطاقة المشتراة في العاصمة المؤقتة عدن حتى نهاية صيف العام الحالي، وذلك لمواجهة الصيف القادم في عدن والمحافظات المجاورة لها، وهي كالتالي: مجموعة السعدي 60 ميجاوات وشركة المكلا 40 ميجاوات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأعزاء، لن نتوقف كثيرا عند الأحداث التي عصفت بنا خلال الأيام الماضية. كان انقلابا على الشرعية، شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي، وتمردا وانتهى، لكن بعد أن خسر الوطن الكثير من أبنائه العسكريين النجباء من محافظة عدن وما حولها من محافظات، رحمهم الله جميعا رحمة الأبرار. سنحتاج وبالتعاون مع التحالف العربي إلى جهود كثيرة لمنع تكرار ما حدث، وإذا لم نقم بهذه الخطوات فأننا سنثبت للعالم بأننا نتمتع بالشجاعة لكننا لا نملك العقل. ستظل هذه الأحداث ذكرى أليمة في حياتنا، لن نتحدث عن المتسبب بها الآن، سنترك هذا للمحققين في أسبابها، ولم تكشفه السياسة اليوم سوف تتبدى حقيقته غدا. وراء كل حدث هدف، شعبنا شبع على الطوق ويعرف الحقيقة، والإعلام الكاذب قد يشوه الحقيقة اليوم لكنه لا يستطيع إخفاءها إلى الأبد. المهمة اليوم هي رأب الصدع وتضميد الجراح والخروج من حالة الشحن السياسي والمناطقي، وأن نبذل جهدنا في الاهتمام بأسر كل الشهداء دون استثناء والعناية بالجرحى كل الجرحى. إن تطبيع الحياة في عدن ورعاية مصالح المواطنين وقيام مؤسسات الدولة بدورها في تقديم الخدمات ودعم الجهود الوطنية والقومية لاستعادة الدولة، وأعني دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تحظى بالأولوية في عملنا في الحكومة. إننا ندعو جميع القوى للقيام بمهمة وطنية عاجلة هي تجاوز الأزمة والتسامح والعمل على معالجة الجراح التي خلفتها أحداث الثلاث الأيام الأخيرة من الشهر الماضي. فالعدو أمامنا
ومن ظن أنه منتصر عسكريا سيتجرع غدا الهزيمة، لكن على يد من لا يرحم. إلا أن معرفة الحقيقة ستظل هاجسا لدى المخلصين من اليمنيين، خشية أن تعاود هذه النزعات الظهور في وقت آخر. والحقيقة لا بد أن تقال كما هي، جردة من أي زيف. نحن نطالب بتحقيق محايد تقوم به المملكة العربية السعودية منفردة، أو تقوم به المملكة مع دول التحالف العربي مجتمعة. نحن نثق في قيادة التحالف وفي دول التحالف. الحقيقة وحدها هي التي ستحدد سير العدالة، وتحمل المسؤولية من كان مسؤولا عن هذه الأحداث، ومن كان سببا في القتل والدمار الذي لحق بعدن وأهلها واليمن بأهله. أكثر من ذلك، نحن نطالب بالتحقيق فيما جعلته عناصر الانقلاب والتمرد سببا للانقضاض على الشرعية، وأعني بها تهمة الفساد. نقترح على الأشقة إرسال خبراء ماليين عرب للتحقيق في هذا الادعاء الكاذب الذي سوقته آلة إعلامية هائلة القوة متعددة المنابر، مهدت للتمرد وروجت له عربيا وعالميا. لقد قلنا لهم ولا زلنا نقول: تحولوا إلى حزب سياسي وادخلوا أول انتخابات وستفوزون، ولديكم فرصة كبيرة للوصول للسلطة في المحافظات الجنوبية والشرقية، وحينها تستطيعون إدارة حوار ونقاش مع بقية القوى الوطنية على مطالبكم. أما مجلس انتقالي ولديكم جيش وتريدون فرض إرادتكم بقوة السلاح، فذلك سيصطدم بالشرعية التي ينبغي عليها الدفاع عن الدستور والدفاع عن المصالح العليا للبلاد، ومنها الوحدة، وحدة الأرض والشعب. لدى عبد ربه عهد وذمة للشعب اليمني كرئيس اليمن، وهو الرئيس الوحيد في الوطن العربي الذي قدم لكم وللمجتمع اليمني مشروعا اتحاديا تأيده الأغلبية من أبناء الشعب اليمني، ويقف العالم مساندا له. أيها الإخوة الأعزاء، نحن ندعم جهود اللجنة السعودية الإماراتية العسكرية المكلفة بفرض وقف شامل لإطلاق النار، ونوجه الشكر للتحالف العربي بقيادة المملكة على هذا الجهد الأخوي المطلوب، وهو شكر موجه لقيادة المملكة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. لقد تكلت جهودهم بالنجاح ونزع فتيل الفتنة ومنع التمرد من الذهاب باليمن إلى المجهول. نوجه الشكر لكل الزعماء العرب الذين رفضوا قتال الأخوة ونددوا بالتمرد ومنعوا إيران من التمدد بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من هدفها الثاني في اليمن. لقد منعنا وبدعم من التحالف العربي انهيارا شاملا للدولة، ودافعنا عن أمننا وأمن الخليج العربي والأمن القومي العربي. ومن لا يرى الأمور على هذا النحو فلا بد أنه قد فقد بصره وبصيرته. ونعمل الآن على عودة الأمور إلى طبيعتها في عدن وبقية المحافظات المحررة. سنستعيد السكينة العامة في المجتمع والأمن والاستقرار لعدن واليمن كلها. هذه ليست النهاية كما تصورها البعض لمشروعنا الكبير في استعادة الدولة والحفاظ على الجمهورية والوحدة دولة اتحادية. سنسعى بتوجيه من فخامته لمصالحة اجتماعية في عدن والمحافظات المجاورة لها كخطوة على طريق مصالحة وطنية شاملة في اليمن. لقد نكأت الثورات الأخيرة جراحا كادت أن تندمج. لا شيء يستحق القتال وسفك الدماء من أجله، لا شيء مهم بما في ذلك السلطة. لقد ضمنت المرجعيات الثلاث علاجا لأزماتنا وحروبنا التي لا تنتهي، وخروجا آمنا من أزمة الدولة والمجتمع. لدينا عدو واحد يجب أن توجه البنادق لصدره، وكل عمل يخالف ذلك
إنما هو ضرب من جنون أو مس من عقل، وفعل خطير عواقبه وخيمة. وأخيرا ينبغي أن تشمل المصالحة كل الأطراف المعنية بهذه الأزمة. نعم، كل الأطراف المعنية بهذه الأزمة، لأن العدو واحد والهدف مشترك. علينا جميعا أحزابا وقوى وشخصيات وعلماء ومنظمات رجال ونساء، واجب الدعوة للسلام وبث روح الإخاء بين أبناء الوطن، ووقف التحريض المناطقي والطائفي، والتركيز على الهدف الرئيسي وهو دحر الانقلاب الحوثي الإيراني واستعادة الدولة، والتوجه نحو بناء اليمن الجديد، اليمن الاتحادي. لسنا خصوم أو أعداء لبعضنا البعض، وعلينا دعم المقاومة الوطنية التي تصدى للعدو في المخاء والساحل الغربي وكل جبهات القتال. هذا هو ميدان الشرف والكرامة، وتلك هي معركة الأمة، وعلينا واجب الشكر لألوية الساحل الغربي وكل عقلاء الوطن. تحية إجلال وإكبار لشهدائنا، فكل من سقط شهيدا أو جريحا هو من أبنائنا ويستحقون منا رعاية متساوية. لقد وجه الأخ الرئيس بصرف 1,000,000 ريال يمني كمساعدة عاجلة لأسرة كل شهيد سقط خلال أحداث التمرد والإنقلاب على الشرعية، وضمان صرف مرتب لعائلته. سنعتني بجرحانا على قدم المساواة، وسنلملم الصفوف ونضمد الجراح. سنفتح بابا للحوار قاعدته المرجعيات الثلاث، وأبوابا للتسامح وعودة روح الإخاء والمحبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالب دولة رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر المملكة العربية السعودية والتحالف التحقيق في الأحداث التي قامت بها عناصر انقلابية في مدينة عدن. نتابع. الحكومة موجودة في مدينة عدن لتمارس مهامها من جديد، واستشعارا منها للواجب الوطني تجاه أبناء الشعب اليمني، حيث عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر. ووقف المجلس في بداية الاجتماع دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء إثر الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام الماضية، وخسر الوطن الكثير من أبنائه العسكريين النجباء. رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أكد في كلمته تجاه الوزراء أن محاولة الانقلاب في عدن كان انقلابا على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وسنحتاج وبالتعاون مع التحالف العربي إلى جهود كثيرة لمنع تكرار ما حدث، إضافة إلى تحقيق شامل وشفاف في كل ما حدث. نحن نطالب بتحقيق محايد تقوم به المملكة العربية السعودية منفردة، أو تقوم به المملكة مع دول التحالف العربي مجتمعة. نحن نثق في قيادة التحالف وفي دول التحالف. الحقيقة وحدها هي التي ستحدد سير العدالة، وتحمل المسؤولية من كان مسؤولا عن هذه الأحداث، ومن كان سببا في القتل والدمار الذي لحق بعدن وأهلها واليمن بأهله. رئيس الوزراء أشار أيضا أن المهمة اليوم هي رأب الصدع وتضميد الجراح والخروج من حالة الشحن السياسي والمناطقي، وبذل الجهود في الاهتمام بأسر كل الشهداء دون استثناء، والعناية بالجرحى كل الجرحى، وتطبيع الحياة في عدن ورعاية مصالح المواطنين، وقيام مؤسسات الدولة بدورها في تقديم الخدمات ودعم الجهود الوطنية والقومية لاستعادة الدولة. ودعا رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر التحالف العربي بإرسال خبراء ماليين للتحقيق في إدعاء الانقلابيين بوجود فساد. نحن نطالب بالتحقيق فيما جعلته عناصر الانقلاب والتمرد سببا للانقضاض على الشرعية، وأعني بها تهمة الفساد. نقترح على الأشقة إرسال خبراء ماليين عرب للتحقيق في هذا الإدعاء الكاذب الذي سوقته آلة إعلامية هائلة القوة متعددة المنابر، مهدت للتمرد وروجت له عربيا وعالميا. لقد قلنا لهم ولا زلنا نقول، تحولوا إلى حزب سياسي وادخلوا أول انتخابات وستفوزون، ولديكم فرصة كبيرة للوصول للسلطة في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وحينها تستطيعون إدارة حوار ونقاش مع بقية القوى الوطنية على مطالبكم. أما مجلس انتقالي ولديكم جيش وتريدون فرض إرادتكم بقوة السلاح، فذلك سيصطدم بالشرعية التي ينبغي عليها الدفاع عن الدستور والدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومنها الوحدة. ورغم مأساة الأحداث وحماقة الانقلابيين في الاعتداء على مؤسسات الدولة، إلا أن ما يتحلى به دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر من حكمة وحنكة سياسية واتزان أربكة الانقلابيين، فقد دعا جميع القوى السياسية للقيام بمهمة وطنية عاجلة هي تجاوز الأزمة والتسامح والعمل على معالجة الجراح التي خلفتها أحداث ثلاثة الأيام الأخيرة من الشهر الماضي. ياسر هادي، قناة عدن الفضائية. سيرت وزارة الصحة العامة والسكان قافلة مساعدات طبية إلى منطقة الخوخة بمحافظة الحديدة البالغة 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة. وأوضح وزير الصحة والسكان الدكتور ناصر محسن بعوم أن القافلة الصحية ستوزع على المستشفى الميداني ومركز الأمومة والطفولة بالخوخة، مشيرا إلى أن هذه القافلة الطبية تأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دار الرامية إلى إعادة تطبيع الأوضاع في المديريات المحررة. ومن جانبه عبر نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالخوخة طلال أحمد علي عن الشكر والتقدير للمساهمين في إنجاح تسيير القافلة الطبية. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. في ضوء التوجيهات الكريمة لفخامة الأخ الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بشأن إعادة تطبيع الأوضاع في المديريات التي تتحرر، ندشن اليوم هذه المساعدة وهذه المعونة لمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، وهي عبارة عن شحنة متكاملة من الأدوية والمحاليل الوريدية. وغدا بإذن الله أو بعد غد سندشن حملة أدوية أخرى ومحاليل وريدية لمديرية حيس في محافظة الحديدة. نحن وجهنا ليلة البارحة السلطة المحلية في مديرية الخوخة بتوفير الكادر الطبي البشري للعمل في المستشفى، وإذا هنالك أي احتياج لكادر بشري نحن مستعدين نزود مديرية الخوخة بهذا الاحتياج من الأطباء أو الممرضين. أشكر وزير الصحة ومدير عام الإمداد الدوائي الدكتورة سعاد بتقديمهم الدعم اللازم والكافي بالأدوية لمديرية الخوخة، ونعمل منهم المزيد ونتمنى لهم كل الشكر والتقدير. حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة في الساحل الغربي تقدما جديدا باتجاه مديرية الجراح بعد إحكام سيطرتها الكاملة على مديرية حيس. وقال مصدر ميداني في المديرية أن قوات الجيش والمقاومة حررت عددا من القرى والأرياف في ضواحي مديرية الجراح. وأضاف المصدر أن قوات الجيش والمقاومة تقوم حاليا بنزع مئات الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية في الطرقات الرئيسية والفرعية بين المديريتين. وأكد المصدر أنه لا تفصل بين مواقع الجيش والمقاومة ومركز مديرية الجراح سوى 25 كيلو مترا فقط. وتعمل قوات الجيش على ترتيب صفوفها لاستعادة مديريات الجراح وزبيد وبيت الفقيه المتجاورة. كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي آليات وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة. وقالت مصادر عسكرية أن غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية في مديرية جبل راس والجراحي بمحافظة الحديدة. وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الميليشيا وتدمير آليات في مواقع لها بجبل رأس والجراحي. وكثفت مقاتلات التحالف العربي عن غاراتها الجوية أو من غاراتها الجوية على مواقع الميليشيا الانقلابية في مختلف الجبهات والمناطق الخاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع مواجهات مستمرة في جبهات القتال يحرز الجيش خلالها تقدما مستمرا. اندلعت مواجهات عنيفة بين أبطال الجيش الوطني في اللواء 17 مشاة
من جهة وبين الميليشيا الانقلابية الإيرانية من جهة أخرى في عدد من المواقع في جبهة مقبنة غرب تعز. وتركزت المواجهات في جبل جريدم وعزلة القحيفة إثر هجوم للميليشيا تمكن خلاله أبطال الجيش من التصدي للهجوم ودحر الميليشيا الانقلابية. كما دارت اشتباكات عنيفة في عزلة اليمن أو اليمين بمحيط جبل قهبان وتبت القوز غرب المدينة. وأسفرت عن مقتل 12 عنصرا من الميليشيا الانقلابية خلال المواجهات التي شهدتها جبهتي مقبنة والقوز في ظل تراجع كبير للميليشيا. وإلى ذلك قتل 4 من عناصر الحوثيين إثر انفجار لغم زرعته الميليشيا سابقا في جبهة العنين غرب المدينة. حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة تقدما كبيرا في محافظة صعدة. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على جبل الضراوية في مديرية باقم. وأكدت المصادر مقتل نحو 20 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية وإصابة آخرين خلال المواجهات. قتل 7 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية في عملية تحرير جبل الكتاف بمديرية ناطع بمحافظة البيضاء. قالت مصادر محلية إن الجيش الوطني والمقاومة تمكن من تحرير جبل الكتاف في مديرية ناطع بالبيضاء بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي. وذكرت أن 7 من عناصر الحوثيين كانوا يتحصنون في أعلى الجبل قتلوا إثر اقتحام تحصيناتهم وفرض السيطرة بشكل كامل على الجبل. شن طيران التحالف على تجمعات الميليشيا الحوثي في مديرية حوث بمحافظة عمران. وقالت مصادر محلية إن طيران التحالف دمر تعزيزات عسكرية للميليشيا في المنطقة ذاتها. وتقوم الميليشيا بمحاولة الدفع بتعزيزات عسكرية من عمران وحجة إلى جبهات القتال لتعزيز خسائرهم الفادحة في الساحل الغربي. تسلم محافظ محافظة البيضاء صالح الرصاص في العاصمة المؤقتة عدن 2 طن من الأدوية المتنوعة المقدمة من صندوق إعانة المرضى الكويتي مكتب اليمن برعاية وزير الصحة العامة والسكان دكتور ناصر باعوم. وعقب عملية التسليم التي تأتي في إطار حملة الكويت إلى جانبكم أعرب مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة البيضاء الدكتور فايز الوحيشي عن شكره لدولة الكويت الشقيقة على دعمها السخي الذي شمل محاليل وريدية وأدوية أطفال ومضادات حيوية وإسعافات أولية. وأشار الوحيشي إلى أن شحنة الأدوية ستخفف المعاناة على أبناء محافظة البيضاء التي تعاني بعض مديريتها من حصار مطبق من قبل الميليشيا الانقلابية وما سببته من دمار طال القطاع الصحي وتسببت في انتشار الأمراض والأوبئة داعيا للمنظمات الدولية إلى مزيد من الدعم للقطاع الصحي بمحافظة البيضاء. قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فارق سالمين البحسني بزيارة لإدارة شرطة السير بساحل حضرموت اطلع خلالها على سير العمل في الإدارة وحجم الأضرار التي لحقت بها. وأسفرت عن توقف العمل فيها خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة لإعادة الإدارات والأقسام المختلفة. وافتتح المحافظ ومعه مدير عام إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد سالم الخنبشي مركز الإصدار الآلي لتراخيص المركبات ورخص القيادة بعد تجهيز المكاتب بها. والتقى بقيادة وضباط وصف ورجال شرطة السير. وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع الحيوي يضاف إلى المشاريع التي تسهم في تطبيع الحياة في حضرموت ودوران عجلة العمل في المرافق والمؤسسات الحكومية مشيدا بجهود رجال الأمن البواسل. عقد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة اجتماعه الدوري برئاسة محافظ المحافظة اللواء الركن علي بن راشد الحارثي لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بحياة الناس. وشدد المكتب التنفيذي على ضرورة تشديد عمليات الرقابة على أسعار السلع التموينية وعدم السماح باحتكارها والمغالاة في أسعارها وضبط المخالفين. كما أقر تشكيل لجنة من المختصين لمتابعة ضبط أسعار اسطوانات الغاز المنزلي وعدم السماح بالتلاعب بها في المحافظة. وأطلع المحافظ أعضاء المكتب التنفيذي على الجهود التي قامت بها قيادة المحافظة خلال الفترة الماضية لمعالجة وتذليل جملة من المشاكل والمعوقات الخدمية التي تعاني منها المحافظة، منها ما يتعلق بتعزيز قدرة التوليد في محطة الكهرباء في عاصمة المحافظة عتق، مشيرا لأنه سيتم وصول وحدة توليد جديدة للمحطة بقوة 10 ميجاوات.
افتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد مكتب الخدمة المدنية والتأمينات المؤقتة بعد إعادة تأهيلها وترميمها بالمجمع الحكومي القديم. وخلال الافتتاح أشار الأمين العام إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستعمل جاهدة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مكتب الخدمة المدنية والتأمينات وبقية مكاتب الدولة بالمحافظة، مؤكدا أن محافظة أبين اليوم تشهد نهضة تنموية في كل المجالات وبحاجة لمزيد من الدعم في كافة القطاعات لتستعيد عافيتها وتنهض من جديد، مشيدا بدوره على صعيد متصل. أكد الأمين العام بالمجمع الحكومي منوها على ضرورة التقيد بمواعيد الدوام الرسمي لجميع الدوائر الحكومية بالمحافظة، موجها مكتب الخدمة المدنية والتأمينات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واتخاذ مبدأ الثواب والعقاب لجميع الموظفين في محافظة أبين. رافقه بالزيارة مدير عام مكتب المحافظ دكتور فيصل الدابية ومدير عام الخدمة المدنية حمدي منصور ومدير عام إعلام أبين ياسر بعزب. دشن بدء توزيع صرف مرتبات جرحى الحرب ذوي الإعاقات الدائمة الدفعة الأولى التي ستشمل أكثر من 12 ألف جريح من عموم مديريات محافظة عدن وبواقع 60 ألف ريال شهريا لكل جريح. نتابع. لتوجيهات القائد الرمز المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبرعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن داغ وبإشراف وزارة الدفاع والسلطة المحلية في العاصمة عدن، دشن صباح اليوم البدء بصرف مرتبات الدفعة الأولى من جرحى الحرب من ذوي الإعاقات الدائمة من المدنيين. قطرة الدم من الجريح، يعني لو قلت لك أن العالم كله لا يسوى شيء أمام قطرة الدم الجريح أو قطرة الدم الشهيد، النفس غالية والدماء غالية، الدماء زكية، ولكن هذا أقل واجب اليوم نقدمها لهؤلاء الجرحى الأبطال، هؤلاء الذين قدموا تضحيات لا يمكن ننكرها وشجاعة لا يمكن أحد يجحدها. واليوم تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي وتنفيذا لتوجيهات الأخ رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، يتم صرف مرتبات شهرية وإن شاء الله منتظمة شهريا، وإن شاء الله بإذن الله هناك الدفعة الثانية سيتم توثيقهم سيتم صرف مرتباتهم. وبالنسبة للمحافظات لاحق وأبين والضالع سيتم صرف مرتباتهم في الأيام القادمة. نحن بصدد وسام شرف لكل جريح بمبلغ مالي يضاف إلى راتبه في كل شهر. هذا المقترح طبعا قدمنا عند الأخ معالي رئيس الوزراء وتمت الموافقة عليه، ومنتظرين إن شاء الله إصدار قرار رئاسي. في ناس معاقين، يعني الناس تعيش مأساة، فحتى الراتب 60 ألف أنا أعتقد أنه لا يكفي، لكن هذه خطوة بداية إن شاء الله يثبت. والأهم أن يكون الراتب مستمر. الأبطال المعاقين اليوم اللي رأيتهم هذول هم اللي دافعوا علينا، وهم اللي خلوني أنا أتي وانت ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والكل يأتي إلى هذا البلد بفضل تضحيات هؤلاء الأبطال. إن شاء الله أن يعني هذا جزء بسيط من اللي يستحقونه. تأتي هذه الرعاية من فخامته تلبية لاحتياجات الأبطال الذين بذلوا في ميدان المعركة الغالي والنفيس للوصول إلى بلد حر، تكريما منه واعترافا بذلك الدور البطولي المشرف. الحمد لله لربك وفقنا على صرف الرواتب 1260 جريح تقريبا لحد الآن، ولكن للأسف الشديد لا زال نعاني من علاج الجرحى. لحد الآن في جرحى داخل عدن مقعدين وحالتهم خطيرة ولم يستطيع السفر إلى الهند. اليوم معانا صرف مرتبات الجرحى الدفعة الأولى بعد 3 سنين من الحرب، ومعانا إحنا جرحى معاقين فوق الفراش ولا قدرنا نعمل لهم أي حل، لا حصلوا أي كرامية، لا حصلوا رواتب إلا الآن ولا شيء، ولا حتى حصلوا مساعدة من أي حد زمان لما حصلوا الشهداء. الذين بلغ عددهم 1288 تفاوتت نسبة الجروح فيما بينهم، يعاني بعضهم إعاقة كبيرة ألزمتهم الفراش، فهل هناك من لجان ستهتم بالنزول إلى منازلهم لتكون بمثابة كلمة شكرا لكم ذلك الدور البطولي؟ أول الغيث قطرة، الدفعة الأولى من هذه المرتبات لمن فقدوا أجزاء من أجسامهم في حرب ظالمة تصرف اليوم، وهي إيدانا بصرف الدفعة الثانية. نبي محمد علي لقناة عدن الفضائية. عقد وكيل محافظة عدن رشاد شاع اجتماعا بقيادات المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بعدن لمناقشة عدد من القضايا والاحتياجات التي تتطلبها المؤسسة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة القضايا التي وضعتها السلطة المحلية أمام دولة رئيس مجلس الوزراء وكيفية تنفيذ التوجيهات في دعم المؤسسة وتذليل المعوقات المتمثلة بتوفير الديزل بشكل منتظم وعاجل ومعالجة صرف العلاوة السنوية لعمال وموظفي المؤسسة للأشهر السابقة من العام 2015. واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في حقول مياه المناصرة بمحافظة لحج. التقى المهندس غسان زامكي وكيل المحافظ لقطاع المشاريع خلال زيارته لمكتب الصحة العامة والسكان بمدير عام مكتب الصحة العامة والسكان دكتور جمال خدبخش ورئيس الهيئة العليا للأدوية دكتور عبد القادر البابكري. جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المشاريع المتعثرة في الجانب الصحي من ضمنها مشروع مستشفى عدن العام. وخلال اللقاء أكد زامكي على التركيز على الجانب الخدماتي وتسعى إلى تحسين الخدمات، وقال إن تلك المشاريع المتعثرة تمثل هاجسا لدى قيادة المحافظة وأنها دائما ما تبحث عن الحلول لتلك المشكلات المترتبة على إغلاق مستشفى كبير مثل مستشفى عدن العام. وتطرق الوكيل الزامكي أن توجيهات من ولي عهد المملكة العربية السعودية قد وجهت إلى مركز الملك سلمان بشأن استكمال مشروع مستشفى عدن العام، وأن توجيهات ولي العهد سيتم تنفيذها في القريب العاجل خاصة بعد تعيين مدير المشروع. حضر اللقاء المهندس محمد حسن مدير المشاريع بمكتب الصحة العامة والسكان. حث وكيل أول محافظة المهرة مختار محمد بن عويد الجعفري خلال لقائه بقيادة مديرية الغيضة وملاك الكسارات في المديرية على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم تشجيعا للاستثمار في المحافظة، مشددا على ضرورة تجديد تراخيص الكسارات وتسهيل عملية تحصيل الضرائب. وأشار الوكيل إلى ضرورة اتخاذ وسائل السلامة حفاظا على العمال، منوها بأن السلطة المحلية بالمحافظة تعمل على تهيئة الأجواء أمام كل المستثمرين ورجال الأعمال في المحافظة. عقد وكيل محافظة لحج والضاحي الحالمي اجتماعا بقيادة فرع مكتب وزارة الشباب والرياضة لبحث عدد من القضايا المعرقلة لعمل المكتب وإيجاد الحلول والمعالجات القانونية لها. وخلال الاجتماع شدد الوكيل على أهمية اتباع الإجراءات القانونية الكفيلة بتفعيل نشاط مكتب الشباب والرياضة وبما يحقق المستوى المطلوب في إظهار مختلف الألعاب الرياضية وبما يخلق حركة رياضية ترتقي إلى مستويات أعلى وأفضل، مشيرا لأن هناك الكثير من القضايا التي تم إيجاد الحلول لها وتم التواصل مع وزارة الشباب والرياضة والتنسيق مع صندوق النشئ والشباب لاعتماد تلك الحلول، أهمها مشكلة المتعاقدين والأندية والاتحادات على مستوى مديريات المحافظة. في لقائه الأول يقام الاجتماع الدوري لقادة شرطة محافظة تعز لمناقشة الخطة الأمنية لعام 2018. التفاصيل في سياق التقرير. بحضور وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبد الكريم الصبري وبرئاسة مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي، أقيم الاجتماع الدوري لقادة شرطة محافظة تعز لمناقشة الخطة الأمنية لعام 2018 في لقائه الأول. وفي الاجتماع تحدث وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن الركن عبد الكريم الصبري على أهمية التعاون والالتزام بالأوامر وتنفيذها، وقال يجب أن نثبت أننا رجال دولة وقادرين على تجاوز كل التحديات. واليوم بكل حزننا الكبير والعظيم تعز نعمل من أجل تعز، إذا عملنا من أجل هذا الهدف عرفنا أننا سننطلق وسنحقق أغلب الأشياء بأقل الإمكانيات الموجودة. التعاون أساس النجاح. وكما أكد مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي على أهمية التعاون والتكاتف في إسقاط الخطة الأمنية لعام 2018 على الواقع، والتي تم إقرارها في مؤتمر وزارة الداخلية والذي يضمن استتباب الأمن في المحافظات المحررة. لكم في هذا الاجتماع المطلوب أنه نتناقش أو نناقش خطة 2018 وهو انعكاس للمؤتمر القيادي لقادة وزارة الداخلية الذي انعقد في العاصمة المؤقتة عدن يوم 24-25 يناير الماضي. هذا الاجتماع كان ثري بالأفكار والخطط والمشاريع الأمنية التي ستطبق في خلال 2018. نحن جنود التطبيق، نحن من سينزل الميدان وسنطبق هذه الخطط. حيث نوقش في الاجتماع مجمل ما تعانيه الإدارة من نقص الإمكانيات
مع استمرارية العمل حتى في الظروف الحالية والإمكانيات الشحيحة. وقد أكد المشاركين على ضرورة التكاتف في تطبيع الأمن في المناطق المحررة. اللقاء كان مهم جدا باعتباره ناقشنا مجمل القضايا التي تمس شرطة تعز، واستمع الأخ مدير الأمن لكل الملاحظات بروح رياضية فائقة ومنقطعة النظير، وأيضا الأخ الوكيل. نتمنى من الجميع أن يتعاونوا ويتكاتفوا في سبيل إنجاح دور قيادة الشرطة وقيادة الأمن في المحافظة لما يحقق الأمن والاستقرار لمحافظة تعز. كان اللقاء اليوم لقاء بالقيادة الأمنية لمحافظة تعز برئاسة الأخ وكيل المحافظة والأخ مدير عام الشرطة. كان اللقاء مثمرا وإيجابيا لمناقشة الخطة التنفيذية، خطة العمل لعام 2018 لمختلف الأجهزة الأمنية ومن ضمنها إدارة شرطة السير. كان في هناك طرح جيد ورفع المعنويات للضباط والأفراد من أجل مواصلة أعمالهم والنزول الميداني وتحقيق الأمن والاستقرار للمحافظة. بالنسبة للقاء اليوم هو عقد لمناقشة إنجازات المرحلة السابقة وأيضا الوقوف على خطة عام 2018 العام الحالي الذي ستسير عليه إدارة عام الشرطة في المسارين التي بدأت عليه، وهي مسار البناء وإعادة التفعيل والانتشار. مدير عام شرطة تعز يقدم رؤية واضحة لتفعيل إدارة الشرطة لخدمة المواطن والحفاظ على السكينة العامة حتى بأبسط الإمكانيات. قناة عدن الفضائية، نعيم خالد، تعز. دشنا برنامج مهنتي بين يدي الثاني الذي يستهدف 55 أسرة وبرنامج نجاح 35 فردا من ذوي الاحتياجات الخاصة الممول من مؤسسة صلة للتنمية بمديريتي سيئون والغضن بمحافظة حضرموت. وأكد وكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثير على الدور الذي تنتهجه منظمات المجتمع المدني إلى جانب السلطة المحلية في تأهيل المجتمع وإكسابه مهارات تمكنه من العيش بحياة كريمة عبر المشاريع المدرة للدخل أو المدرة للدخل للأسرة الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة، مثمنا دور المنظمات المحلية المانحة التي يظهر أثرها على الواقع في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية. ثمن مجلس جامعة عدن التوجيه الرئاسي القاضي بوقف التصرف بأراضي وعقارات الدولة في المحافظات المحررة، داعين الجهات ذات الاختصاص إلى سرعة تنفيذ هذا التوجيه وإيقاف الاعتداءات المتكررة الغير قانونية على مخططات أراضي الحرم الجامعي بمدينة الشعب والجمعية السكنية التابعة للجامعة التي تعرضت للانتهاكات والبسط العشوائي من قبل نافذين وخارجين عن القانون، مما قد أضر بالمخطط الخاص بالحرم الجامعي والجمعية السكنية ومع عالمها العمرانية. جاء ذلك في اجتماع لمجلس الجامعة في دورته الأولى لشهر يناير من العام الجاري الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور الخضر ناصر الأصور ورئيس الجامعة للوقوف أمام مختلف القضايا الأكاديمية والإدارية والطلابية ومناقشة العديد من الصعوبات التي تواجهها الجامعة بكلياتها ومراكزها العلمية المختلفة. وناقش الاجتماع الذي حضره نواب رئيس الجامعة والأمانة العامة لجامعة عدن جملة من الموضوعات ذات الصلة بالعمل الأكاديمي والإداري والطلابي، وأقر محضر دورته السابقة وتوصيات المجالس الدائمة في الجامعة واستحداث عددا من البرامج الدراسية، وكذا استعرض عددا من الصعوبات والمشاكل التي تعيق العملية التعليمية والبحثية في الكليات والمراكز العلمية وإيجاد الحلول الناجعة لمعالجتها. وقع مدير مديرية التواهي عبد الحميد ناصر والمهندس حيدر حبتور مدير المنطقة الفرعية لمشروع الأشغال العامة عدن أبين مشروعي رصف مدخل شارع ثانوية محيرز وشارع الرصافي في منطقة القلوعة. وأثناء التسليم أكد مدير المديرية أن الأيام القليلة القادمة ستشهد مديرة التواهي أعمالا كثيرة في تأهيل البنية التحتية والرصف، ومن جهته طالب مدير الأشغال العامة السلطة المحلية في المديرية برفع مشاريع الرصف للعام الحالي، مشيدا بدور السلطة المحلية في المديرية في تسهيل الصعاب أمام الجهات المانحة. حضر التسليم المهندسة أفراح علي والمهندس فهمي خيالي والأخ سعيد شيباني والأستاذ سمير وهبي. ناقش مدير مديرية المعلى بمحافظة عدن فهد المشبق مع منظمة تواصل التنمية الإنسانية وبتنسيق مع المنظمة اليونسف ومنظمة أكسفام مشروع دعم تحسين الحالة المعيشية في حي المهمشين
في المديرية وإعادة تأهيل خدمات الصرف الصحي. وأكد مدير المديرية على ضرورة الاهتمام وتقديم الرعاية الكاملة من قبل مختلف الجهات والمنظمات العاملة في مجالات الرعاية الصحية وإقامة المشاريع الخاصة في هذا المجال لتنفيذ مزيدا من المشاريع التي من شأنها المساهمة في تحسين البنية التحتية للقطاع الصرف الصحي. شدد مدير مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتغيبين والمنقطعين عن أعمالهم في المراكز الصحية في المديرية، وحث مدير البريقة على ضرورة اطلاع العاملين بدورهم والالتزام بالدوام الرسمي والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمرضى، مؤكدا حرص قيادة المديرية على توفير الاحتياجات اللازمة لكافة المرافق الصحية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية بما يسهم في النهوض بمستوى الخدمات العلاجية التي تقدمها تلك المرافق. عقد محمد عمر البري مدير مديرية المنصورة اجتماعا بأعضاء المكاتب التنفيذية بالمديرية واستعرض عددا من التقارير المقدمة من مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية وما تم إنجازه خلال العام الماضي 2017 في إطار المشاريع الخدمية التي شملت البنى التحتية التي تم تنفيذها بدعم المجلس المحلي، كما طالب بضرورة وضع التوقعات للإيرادات بالمديرية حتى لا تظهر عجوزات لدى المكاتب التنفيذية والأخذ بعين الاعتبار الحالة العامة وتكييف مستوى الموازنة التقديرية للعام الجديد. اختتمت بقاعة كلية اللغات بجامعة عدن بالتعاون مع منظمة فيستوري الدورة التدريبية المتخصصة بالتحليل الشامل للغة الجسد بحضور عميد كلية اللغات الأستاذ الدكتور جمال القعدني، وشارك فيها أكثر من 100 متدربة ومتدرب في الدورة. أكد أستاذ دكتور جمال القعدني على أهمية هذه الدورة التي جاءت لتنفض الغبار عن قلوب أبناء هذه المدينة الغالية لترى البهجة والسرور والمحبة والسلام، مشيرا لأن الكلية تحتضن مثل هذه الدورات التي تهتم بتنمية وبناء شخصية الإنسان وتنمية التحليل السليم لسيلوكية الإنسان. انتهت النشرة، تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا هاتفيا من محافظ الحديدة يطلعه على التطورات والنجاحات التي سطرها أبطال الجيش الوطني. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا له في العاصمة المؤقتة عدن ويصادق على تجديد عقود الطاقة المشترى. قوات الجيش الوطني والمقاومة تتقدم باتجاه مركز مديرية الجراح في الساحل الغربي. مشاهدي الكرام، وصلنا نحن وإياكم إلى ختام نشرتنا الأخبارية لهذه الليلة، نلتقي نحن وإياكم في نشرات أخبارية قادمة. حتى ذلك الحين دمتم ودام الوطن بخير.